بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحبيبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم ونفحص بعض من الحفريات المتحجرة كما تكلمنا في الدروس السابقة. يعني راح نفحص كمية كبيرة تقريبا من 20 إلى 25 عينة. طبعا هذا الدرس الرابع ان شاء الله في هذه السلسله المباركه. طبعا راح نستمر في فحص تقريبا 3000 عينه. ابتداء نبدا في فحص هذه العينه، نكمل الدرس السابق. وقفنا على هذه العينه تعتبر من الرخويات والقوقعة كما تلاحظون. في بعض الخطوط البسيطة الباينة. طبعا هذه المنطقة شبه مهشمة، هذه أيضا شبه مهشمة، يعني المفروض يكون في زيادة بسيطة في هذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة أيضا فيها بعض الخدوش والاحتكاك البسيط مثل ما تلاحظون في هذه المنطقة بسبب مرور المياه العذبة أو البحرية. أتيتم أيضا على وجود بعض الأملاح الملتصقة لهذه المنطقة. قد يصل عمر هذه العينة إلى 320 مليون سنة. هذه أيضا جزء منها مكسور في هذه المنطقة مثل ما تلاحظون. تقريبا نشوف الحجم، من 15 إلى 17 ملي تقريبا. نذكر بين هذه العينة تعتبر من المحارات المتحجرة مثل ما تلاحظون. يصل عمرها تقريبا إلى 490 مليون سنة من عصر الديفوني. بعض النقاط البسيطة قد تدل على نوع من أنواع البكتيريا أو الأملاح، راح نفحصها بوقت آخر تحت المجهر البيولوجي. مثل ما تلاحظون نحاول نكبر هذه المنطقة الحبوب البسيطة. تدل على نسبة بسيطة من الأملاح والبكتيريا البيضاء. طبعا مثل ما تلاحظون مخططة محمر. جزء بسيط من الطحالب. حجم تقريبا
15 إلى 16 ملي. هذا أيضا نوع من أنواع الرخويات مثل ما تلاحظون مخطط في خطوط بسيطة. طبعا في هذه المنطقة مكسور مثل ما تلاحظون، هنا أيضا منطقة مخططة. صراحة لا أعلم كم عمر هذه العينة بالضبط، بس نشوف الكتاب. غير واضح. بس واضح نوع من انواع الرخويات. عمر الرخويات تقريبا من 490 مليون سنة الى 65 مليون سنة. عينة غريبة صراحة. نذهب إلى العينة الأخرى. مثل ما تلاحظون حلزة صغير جدا. مثل ما تلاحظون في خطوط بسيطة تبين أنه نوع من أنواع الرخويات. شكله جميل صراحة، بس يعني مكسر الجوانب. يصل عمره إلى 320 مليون سنة إلى 65 مليون سنة إلى عصر الطباشيري. عمر كبه قليلا. ثم تلاحظون هذه الوصول المنطقة الوسطية. نذهب إلى العين الأخرى. تعتبر من أنواع من أنواع القواقر مثل ما تلاحظون. راح نسوي مقارنة بسيطة جدا من هذه القوقعة. تقريبا عمرها 65 مليون سنة من عصر الطباشيري المتأخر. طبعا هذه القوقعة من العصر الحديث. نسوي مقارنة بسيطة بينهم. مثل ما تلاحظون نتأمل العينة المتحجرة
عبارة عن حجمها متوسط تقريبا، مخططة في الجوانب مثل ما تلاحظون بشكل الأشعة نحاول نشوف مثل ما تلاحظون مخططة، نحاول نكبر هذه المنطقة راح تفيدنا في جمع المعلومات، مخططة في هذا الجانب مكسورة في هذه المنطقة مائل إلى الذهبي، هذه أيضا طبعا قوقعة من العصر الحديث مثل ما تلاحظون منقطة في تشابه بسيط، يعني الفرق يعني الحجم في أنواع يعني منقطة وفي أنواع غير منقطة مخططة. هنا نشوف أنها مخططة مثل ما تلاحظون، يعني في بعض المورثات انتقلت من الجيل السابق إلى الجيل الحالي مثل ما تلاحظون. طبعا هذا النوع من أنواع الحيوانات يعتبر يعيش في بيئة طحلبية متغذى على الطحالب والقواقع الرخوية الطحلبية مثل ما تلاحظون. تقريبا حجم الحفرية نشوف كم حجمها بالضبط، من 20 إلى 25 ملي. هذه أيضا تقريبا حجمها من 15 إلى 17 ملي. يصل عمره إلى 400 مليون سنة. مخطط بشكل عرضي وهذا مخطط بشكل طولي مثل ما تلاحظون. طبعا يوجد هنا في بعض المناطق لكن قليلا منها ظني، بعض التموجات البسيطة في الصدفة. طبعا ابتداء الفتحة تكون من هنا مثل ما تلاحظون،
تقريبا حجم، هنشوف كم الحجم. من 10 إلى 14 ملي. هذا أيضا نوع من أنواع المحارات. طبعا هذا النوع من المحارات العصب الحديد مثل ما تلاحظون، ما في خطوط أبدا، ما في إلا خط أو خطين في الجانب. طبعا هناك أنواع كثيرة جدا، يصل عمرها إلى سنة بالكثير. حجم تقريبا عشر أو 11 ملي. هذا نوع من أنواع الحيوانات البحرية، مثل ما تلاحظون في بعض الخطوط البسيطة في الجوانب. كسور بسيطة هنا مثل ما تلاحظون تحت الأشعة. هنا أيضا كسور بسيطة، هنا في حفرة بسيطة. في خطوط بسيطة في الجوانب مثل ما تكلمنا مسبقا. تقريبا حجمها من 15 إلى 18 ملي. هذا نوع من أنواع النباتات البحرية، قد يصل عمرها إلى تقريبا 65 مليون سنة إلى 120 مليون سنة. عصر الطباشيري مثل ما تلاحظون، عادة تعيش في قاع البحر، وعادة تكون ألوانها مختلفة ومخططة مثل ما تلاحظون، في خطوط بسيطة واضحة أيضا مثل ما تلاحظون تحت الأشعة. في بعض الكسور البسيطة مثل ما تلاحظون هذه المنطقة